واحد تطلع عليه القاعة يوضع في الإناء، كاين 28 كرية بقدر عدد الأحزاب السياسية. الرقم الثاني كما تلاحظون، نلاحظ على الشاشة جميع الأحزاب السياسية 28 المترشحة القائمة والعجلة. عملية اليوم لا وهي يعني محاولة تحديد رقم تعريفي يفرضها الواقع قبل كل شيء. الواقع لأن عندنا الأحزاب السياسية متواجدة عبر يعني الوطن وحتى في الخارج، وعندنا القوائم الحرة متواجدة عبر الوطن ولكن بصفة مقتطعة، لأن الترشح نتاعها يكون على مستوى الدائرة الانتخابية، أي في كل ولاية، ومثل راكم موجودين اليوم يعني تمثلون يعني القوائم الانتخابية الموجودة في كل ولاية.